الاقتصاد، وانا قلت من اعطى المجلس العسكري والوزارات المختلفه اللي جت بعد الثوره الحق في صرف الاحتياطي المصري. عشان ايه صرفوها؟ عشان يسكتوا الشارع وزودوا عبء الدوله. النهارده انا جاي اعمل تنميه، انت خلاص رفعت من المطالب الشعبيه الفئويه، انت خايف من الشارع لان انت لسه قائد ثوره جديد فعايز تستقطب الناس، ادي فلوس. طب هدفعها منين؟ اخرها دلوقتي من شهر فات او اللي قبليه رئيس مرسي والحكومه اللي تبعه قالوا ان زود المعاشات. فالنهارده انا بتمنى من رئيس مرسي يطلع النهارده يقول الوضع الاقتصادي كذا، ان مهما حصل مصر مش هتنهار، لا الاقتصاد منهار. ولو استمرينا كده ست اشهر بدون معونه جايه، بدون سلف، بدون الناس ما تشتغل جوه مصر، وضع كارثي. المرور في مصر اصبح مستحيل. ده بجد. فانا عشان اروح مسرح لازم اخد اليوم ده اجازه. يعني انا اوقات اروح ندوه مهمه او للدكتور بتاعي بنزل بالليل انزل في اوتيل جنب عيادته عشان ما اضيعش 4 ساعات في العربيه واربع ساعات وانا راجع واتعصب. يجب عدم التسرع في اصدار القرارات ويجب الشفافيه. خليكوا هاديين، قولوا القضيه دي ما درسناهاش، ما حددناش هنعمل ايه في الموضوع الفلاني، موقفنا من الفن ايه.